في خبر عاجل، الرئيس السيسي يعلن دعمه للجيش الليبي ضد الجيش التركي، والتحرك المصري كونغولي بسبب تطورات أزمة سد النهضة. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وبيان عاجل من الخارجية المصرية بعد بيان مجلس الأمن عن سد النهضة. وعاجل، القضاء المصري يصدر حكم النهائي في قضية فنان مشهور ورجل أعمال. وتحرك قضائي سريع ضد فيفي عبده بعد فيديو الرقص المثير للجدل. وبعد احتجاج السودان، مصدر يؤكد تلقي مصر البيانات الخاطئة نفسها حول سد النهضة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لـ 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا. وفي خبر عاجل، الرئيس السيسي يعلن دعمه للجيش الليبي ضد الجيش التركي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقش تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين مصر وليبيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار لليبيا وتمكينها من استعادة دورها الإقليمي والدولي. رئيس السيسي شدد على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، فضلا عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بمساعي حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي، أعرب عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على كافة التحديات التي تواجهها وصولا إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا. المتحدث الرسمي أضاف أن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث قدر الرئيس السيسي في هذا الأمر صدور قانون الانتخابات مؤخرا عن مجلس النواب الليبي باعتباره خطوة مهمة على صعيد تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون. الرئيس السيسي أعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانيات الضرورية من أجل مساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي البالغ الأهمية، وذلك احتراما وإنفاذا لإرادة الشعب الليبي المقدرة، وانطلاقا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على التعاون والبناء والتنمية واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار. مصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. والتحرك المصري الكونغولي بسبب تطورات أزمة سد النهضة. والتقى وزير الخارجية سامح شكري نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين. من المقرر أن يبحث اللقاء آخر التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة. ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا على حسابه الرسمي على تويتر تبرز استقبال الوزير شكري لوزير خارجية الكونغو الديمقراطية. من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد قليل. مصدر معركة من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. انتقل مع بعض الخبر آخر. وبيان عاجل من الخارجية المصرية بعد بيان مجلس الأمن عن سد النهضة. رحبت وزارة الخارجية المصرية ببيان مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي، معتبرة أنه يمثل دفعة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار التفاوضي الإفريقي. قالت الوزارة في بيان لها أن مصر ترحب بالبيان الرئاسي الصادر يوم 15 سبتمبر 2021 عن مجلس الأمن في إطار المسؤولية عن حفظ السلم والأمن الدوليين
والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي بغرض الانتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول. وأضاف أن البيان شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تسييد تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أي مسائل أخرى عالقة. وتابعت أن صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيدا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكا لأهمية احتواء التداعيات السلبية على الأمن والسلم الدوليين ولمسؤولياتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها. وأضافت أن مصر تؤكد أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة وعلى ضوء الطبيعة الإلزامية يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن. مصدر معنا كان من RT، وهذا كان بيان الخارجية المصرية تعليقا على بيان مجلس الأمن حول سد النهضة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. القضاء المصري يصدر حكم نهائي في قضية فنان مشهور ورجل أعمال. أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس أن القضاء المصري حكم له بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بإزعاج رجال أعمال. وكتب فلوكس في منشور على حسابه الرسمي بموقع انستجرام معلقا على صورة من حكم المحكمة: بسم الله الرحمن الرحيم، رزقني الله بقضاء مصر العادل الشامخ دائما، أدامه الله على مصر نعمة وكان ناصرا لكل مظلوم. أول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورتي في أول قضية معروفة إعلاميا بخبر حبسي لإزعاج رجل أعمال. وتابع أحمد فلوكس في منشوره: براءة ورفض الدعوة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرجوع بالحق المدني للتشهير بي واستغلال اسمي، وسيكون شهر مليء بكل ردود الربانية على الجميع. واستكمل الفنان فلوكس: أتمنى من الإعلام وكل ما نشر خبر حبسي أن يكون منصف وأن ينشر خبر براءتي بنفس القوة والانتشار في كل مواقع مصر وخارجها. بعد حملة التشويه التي حدثت أعلم أني سأشاهد آيات الله في رجوع حقي وإثبات براءتي في كل ما رأيته طيلة السنتين، ربنا كبير. مصدر معنا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. انتقل لخبر آخر. وبعد احتجاج السودان، مصدر يؤكد تلقي مصر البيانات الخاطئة نفسها حول سد النهضة. أكد مصدر مصري مطلع على مفاوضات سد النهضة أن مصر تلقت من إثيوبيا البيانات نفسها المتعلقة بالملء الثاني لسد النهضة التي سلمتها إثيوبيا لمصر والسودان في يوليو الماضي. المصدر أوضح في تصريح لموقع القاهرة 24 أن البيانات الفنية التي زودت إثيوبيا بها السودان هي نفسها التي حصلت عليها مصر، مشيرا إلى أن مصر لم تعتمد على هذه البيانات وتتابع الوضع بدقة في بناء وملء السد. ولفت إلى أن السودان أكثر من مصر عرضة للتضرر من البيانات الخاطئة بسبب قرب السد وحاجته إلى إجراءات كبيرة للتعامل مع الفيضان، وهو ما يحتاج إلى وقت. وفي وقت سابق أبلغ وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا الخرطوم في يوليو الماضي حول ملء سد النهضة. مصدر معنا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وننشر مفاجأة حول تفاصيل حوالات المصريين العاملين بالخارج وتسجيل أعلى المستويات. أشار البنك المركزي المصري لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020-2021 بمعدل 13.2%
مقارنة مع العام المالي الذي قبله. ووفقا للبيانات أولية من المركز المصري، فقد ارتفعت التحويلات بواقع 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها، وسجلت نحو 31.4 مليار دولار للمقارنة. فقد بلغت التحويلات الخارجية في العام المالي السابق 2019-2020 مستوى 27.8 مليار دولار. كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال الفترة إبريل ويونيو من العام الحالي بمعدل 29.6%، لتسجل نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. مصدر معانا كان من اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معانا، وتحرك قضائي سريع ضد فيفي عبده بعد فيديو الرقص المثير للجدل. قالت مصادر قضائية في مصر إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد الراقصة فيفي عبده إلى نيابة الاستئناف للتحقيق فيه، ويتهم المحامي الراقصة بالتحريض على الفسق والفجور من خلال الرقص في فيديو كانت ترتدي فيه فيفي عبده البشكير، ما أثار غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد رواج هذا الفيديو على منصة فيسبوك. المحامي أوضح في بلاغه للنائب العام المصري أن الفيديو أثار غضب مستخدمي فيسبوك لأنه يتنافى مع الأدب العام لقيم المجتمع المصري، ما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات، وجاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، ونلتمس فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديم الراقصة فيفي عبده للمحكمة. وأضاف مقدم البلاغ أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي تعرضت فيها فيفي عبده لهجوم رواد مواقع التواصل، حيث تعرضت فيفي عبده لهجوم شديد بعد ظهورها من الروف وهي ترقص على أغنية أماكن السهر من غناء عمرو دياب. وظهرت فيفي عبده في الفيديو ترتدي هود شورت جينز وتوب أسود اللون وبعض الإكسسوارات، وأن الراقصة نشرت فيديو على حسابها الشخصي فيسبوك وعلقت بقولها مساء الفل مع أحلى غروب شمس، ورقصت عليها على أغنية أماكن السهر عمرو دياب. ولقى فيديو فيفي عبده حالة من السخرية والتعليقات السلبية، حيث جاءت بعض التعليقات كالتالي: هي الناس تكبر تعقل ولا دي تتجنن؟ وكل ما أشوفك بتتنططي كده وجع كعوب رجلي وظهري يحل عليا يا شيخة منك لله. هذا كان تعليق من التعليقات السلبية اللي كانت على فيديو فيفي عبده. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. المصدر معنا كان من الوطن. إن شاء الله جينا لنهاية الفيديو. أتمنى إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله. بإذن الله أكون مغطي لكم جميع الأخبار المهمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.